طب احنا معانا واحد حبيبك قوي، محمد محسن ابو جريشه. ابو جريشه نجم الاسماعيلي السابق، وهو دلوقتي شغال في السعوديه، ربنا يوفقه. هنشوف محمد هيقول لك ايه ونرجع نتكلم كمان. حبيبي السلام عليكم. طبعا تحياتي للكابتن مصطفى عبده، وانا ليا يعني وانا ليا الشرف ان انا اكون موجود او بتكلم في البرنامج بتاع حضرتك، وخصوصا ان انا سعيد جدا ان ضيفك النهارده كابتن رضا شحاته اخويا وحبيبي. الحمد لله يعني انا رضا من الناس القريبه جدا مني من قبل حتى ما نشتغل في الكوره مع بعض. رضا يعني المجموعه بتاعتنا كلها، مجموعه منتخب الشباب ومنتخب اولمبي، احنا يعتبر اتربينا مع بعض، كان لينا تواجد كتير، المنتخب كله بتاع كابتن شوقي غريب، المجموعه كلها، سواء رضا سواء ابو مجد سواء ابو مسلم صبحي جمال حسام غالي، كل المجموعه كلها، شيكو، المجموعه كلها، كنا عتراوي، مش عايز انسى حد. احنا مجموعه الحمد لله كبيره، وكلنا الحمد لله لغايه النهارده في تواصل بيننا وبين بعض. لكن انا ورضا ممكن كنا يعني الحمد لله العلاقه بين انا ورضا وابو مجد كانت قريبه شويه. انا ورضا يعني ممكن رضا عارف ان احنا كنا على طول حتى من احنا في المنتخب كنا بنقعد فترات كبيره مع بعض، والفترات كلها كنت انا وهو في نفس الغرفه مع بعض، سواء كنا بره مصر او جوه مصر. فكنا يعني في تواجد على طول على المستوى يعني الشخصي، الحمد لله العلاقه بينا كويسه جدا. على المستوى العملي، ودي حاجه يعني انا سعيد ان انا جات لي فرصه ان انا اتكلم عليها. رضا من المدربين الصغيرين في السن الطموحين جدا، اللي عنده امكانيات وعنده استراتيجيه في شغله كويسه جدا. اول حاجه شغله على المستوى المجموعه اللي معايا، يعني انا اشتغلت مع رضا سواء كان في الجونه او في الداخليه، الحمد لله في الجونه عملنا نتائج كويسه جدا، وحتى لما سيبنا فريق الجونه سيبناه في وضع كويس جدا، وحتى فرقه الجونه لما جه رضا كونها واشتغل بنفس المجموعه اللي اشتغل بيها مدربين كتير، المدربين قبل كده عمل بيهم نتائج كويسه جدا، وطور اللعيبه بحيث ان هم يعني ادعوا فلوس كويسه وجابوا فلوس كويسه لنادي الجونه. يعني انا يعني حابب بس اقول ان رضا من المدربين الطموحين جدا، وانا مش بقول الكلام ده يعني عشان هو ليه يعني ليه معزه عندي او كده، لا لا، دي حاجه انا شفتها في شغله. رضا من المدربين الطموحين، رضا اللي عنده امكانيات كويسه جدا، عنده استراتيجيه في شغله ان هو بيحاول يطور الفرقه ويشغل الفرقه بسيستم معين هو عايزه. ودي على فكره حاجه ما بتلاقيهاش في مدربين كتير، يعني انت ممكن تشوف مدربين كتير ما تشوفلوش طريقه لعب او تشوف له استراتيجيه في لعب معين، استراتيجيه لعب معينه، لكن رضا من المدربين اللي عنده الاستراتيجيه دي. اي فرقه هيمسكها هتلاقي فيه بدايه هجمه من تحت ليها شكل معين، في الشكل الهجومي ليه شكل معين، في الشكل الدفاعي في شكل معين. فهو مدرب يعني انا شايف ان هو مدرب شاطر جدا، بيتطور كل سنه عن السنه اللي بعدها. رضا قرار اللي هو اخده في ان هو يمسك فرقه الداخليه كان قرار بالنسبه له قرار فيه مجازفه شويه من نوع ما، بحيث ان هو عارف ان الداخليه كانت الامكانيات الماديه وان انت تجيب لعيبه كانت صعبه شويه، لكن هو اخذ الخطوه دي واخذ الريسك ده وعمل فرقه كويسه بفلوس قليله جدا. يعني اقصى لعيب في الداخليه انا كنت موجود معاه واحنا بنكون الفرقه كان حوالي يعني 400,000 جنيه 500,000 جنيه، دي بالنسبه للدوري الممتاز انا شايف ان هي مبالغ قليله جدا. فاخذ مجموعه لعيبه خبراتها قليله، لكن اللعيبه دي لو جيت تبص عليها من بدايه الموسم، اول ما بدات ماتشات معانا لغايه لما رضا ساب الفرقه او مشي من يعني ساب الفرقه، الفرقه كانت بتتطور، انا كنت حتى بتفرج على ماتشات كتير ليها بعد كده، الفرقه اتطورت، لكن كل الاخطاء اللي كانت بتحصل كلها اخطاء بسبب يعني الخبرات، وان السبب ده طبيعي جدا ان تلاقي لعيب ما عندوش خبرات في الدوري الممتاز فيبتدي يعمل غلطات ممكن بسيطه شويه لكن بتكلف الفرقه نتيجه، وفي نفس الوقت عمل نتائج كويسه جدا، كسب ماتشات، تعادل ماتشات، وخسر ماتشات، وفي ماتشات كان حق ان هو يكسبها وخسرها في اخر الماتش بسبب قله الخبرات. لكن رضا انا عايز اقول له ان ربنا يكرمك الفتره الجايه ان شاء الله، ربنا يوفقك، انت من المدربين الممتازين جدا، وزي ما قلت لك انت عندك استراتيجيه كويسه جدا، عندك شخصيه كويسه جدا، بتعرف تتعامل مع اللعيبه، بتعرف تتعامل مع الناس اللي حواليك، ودي مهمه جدا. انا من الناس اللي انا استريحت معاها جدا في الشغل، لان انا كنت باخد مساحتي، في مدربين كتير ممكن ما يدكش مساحه وانت شغال، لكن رضا كان بيديك مساحه، يديك رايك ان انت تقوله، ويديك وقت ان انت تتكلم مع الفرقه وتشتغل مع الفرقه في وقت من الاوقات. يعني دي حاجه من الحاجات الكويسه جدا لما تلاقيها في مدير فني. ربنا يكرمك ان شاء الله يا رضا ويوفقك. انا متاسف ان انا طولت عليكم، لكن انا يعني بدعي لك ان شاء الله ربنا يكرمك وربنا يوفقك ان شاء الله، وان شاء الله اشوفك كده زي ما قلت لك قبل كده ان شاء الله مدير فني كبير، يا اما في منتخب من المنتخبات ان شاء الله، وان شاء الله اشوفك مدير فني النادي الاهلي وتحقق طموحك كله، وربنا يوفقك ان شاء الله في اللي جاي.
حبيبي، وان شاء الله اشوفك قريب ان شاء الله. وحشتني انت وابو المجد وكل الناس والله. يلا حبيبي، شكرا.